السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا الحمد لله. شهر رمضان وشهر القرآن، نحن نقرأ القرآن ونتدارس القرآن. كيف نتدارس؟ نفهم ونقرأه قراءة طيبة كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نحن قرأنا استعاذة، صح؟ استعاذة قرأنا، وبسملة خلاص قرأنا، صح؟ وقلنا اليوم إن شاء الله سيحصل تدريب للإنسان على التدريب. الصور فاضح سيحصل، هل أعطيني سيحصل؟ أكن بالجالي تدريب ما تدريب لكنها باللسان إذا طيب العروفي القرآن. ما هي حروف القرآن؟ هي الحروف العربية، صح؟ حروف القرآن هي الحروف العربية. طيب، انظروا معي الآن في الصورة. الصورة هذه عبارة عن ماذا؟ ترتيب. أم عن ترتيب؟ ترتيب كذا، صح؟ ترتيب مخارج الصوت، مخارج الحروف، مخارج الحروف. أول مخرج الجوف، هناك الجوف، صح؟ أقول لها يمكن أن أفضل شدو في الجوف، الجوف المضمون أسكيري هذا الجوف، صح؟ من أين يخرج الجوف؟ مخرج الجوف هنا يمكن أن أفضل أصوتك دوالك، صح؟ جوسة إيه؟ جوسة؟ طيب، والله ما أنا أخذ هذا الجوف، صح؟ صح. طيب، ماذا يقول من الجوف؟ مراجعة السؤال. أما يقول ذلك الجوف؟ حمزة. ألف. لا تقول حمزة. حمزة لا يسوى. ألف. أبا ألف. ألف ينسب ينساكن سبحان. ألف ينسب سبلمية. فتحة. وماذا يقول؟ ماذا أيضا؟ الياء الساكنة قبلها؟ كسرة. والواو الساكنة قبلها؟ ضمة. أنت ممكن قالوا كانوا يجيبوا بوكو تجويد أو يجيبوا جيب الجو هذا يقول علماء غير من الدباوة. سيبا يسبب كاري؟ هذا علماء ينبان من الدباوة، هذا ينبان من السنين، هذا ينبان من الأطاس. سيبا يمكن كانوا أنت كاري؟ فأنا اكتمع. طيب، هل هذا صح ولا خطأ؟ الآن هنا صح. طيب، هنا صح، هنا صح. الأفضل لبي أفضل كله من هنا إلى أعلى. هذا كله جوز، كله ماذا؟ جوز. نقول يا الألف، انظر الألف، يا لا لا، يخرج ماذا؟ من الجوز، واضح؟ هذا الجوز. الألف الساكنة قبلها فتحة، والياء الساكنة قبلها واو، كسرة، والواو الساكنة قبلها ضمة. طيب، بعدها ماذا؟ ماذا بعدها؟ نبدأ كده من أسفل، في باو في أقص. أتنو داري أقص في باو غمسة. الآن الجوف داري هنا من أسفل. ستلا الجوف ماذا؟ الحلق. ماذا يخرج من الحلق؟ همز، هاء، عين. في باو عند ترتيب، كلاما ترتيب لأنه يوجد ماذا؟ يوجد حركات، صح؟ هنا همز، عين همز، هنا هنا أقصى الحلق، صح؟ صح. عين حاء وسط، صح؟ صح. غين خاء
أدنى أو أعلى، ما في مشكلة، إذا تقول أعلى ما في مشكلة. المهم أنك تعرف عندي باو أبا همزة طيب دي تلقى ماذا؟ عين حاء لبي أتس ماذا؟ ضيم فا طيب ها سترى أبا ماذا؟ إذا نايك داري حال في أتس ماذا؟ الجو في الحال أقل ها؟ اللسان اللسان kita berbagi lisan, bagi lisan indana aqsa jauh al lisan aqsa lisan ba'id aqsa ma ma'na aqsa ba'id baik ba'id ba'id min mana jauh dari apa ini maksud mana al lisan kayak tangga lisan di mana jim ya jim pak yang jauh ini dari al-lisan mana? Qaf. Ya. Ujung mahwa alladhi turuba lati hiya fi at-taf, ujung lidah. Baik, al-haqqa qabla al-qabl al-haqqa. Ayo, al-dhad. Itu al-dhad, صح? Baik, ba'da ba'da al-dhad mana? Ahsan, al-lam, صح? Al-lam. Ada ulama kayak Ibn Jazari ulama يقول اللام dari mana من أسفل حافة dari bawah حافة اللسان ada ulama lain yang bilang mana dari حافة اللسان apa yang benar apa yang salah hai kawan enggak ada yang salah wadih kenapa cuma khilaf lafzi khilaf mana lafzi ada ulama yang bilang dari حافة dari bawah حافة أسفل حافة Al-lisan. Ada ulama yang bilang dari mana? Hafat al-lisan. Maafi muskil. Dari mana? Ujur al-lisan. Maafi muskil. Khilafun. Lafzi. Khilaf. Lafzi. Huna ula min mana? Min barakin lisan. Au min haf. Asfal hafat al-lisan. La muskil. La muskil. Ibn al-Jizari. Ibn al-Jizari. Ibn al-Jizariyah. Hah. Milih apa? Dari. أسفل حافة اللسان أو من طرف اللسان ماذا اختار؟ هيبون سؤال ابن الجزري رحمه الله تعالى بالياو ديان تلتنا صح يدلمو التجويل ملي اللام داري داري أجوم باوه اللسان أتو داري من أفضل طرف طرف أفضل طرف وجوه داري سيسي باوة داري سيسي باوة اللسان أو داري وجوه اللسان ابن الجزري ملي أفضل أنتم نفضل سيبا نفضل ماذا الجزرية أنتم قلوا هذا صح نسيتوا ما طيب ابن الجزري اختار ماذا من الحافة سيسي ماذا سيسي باوه اللسان طيب الصحيح هل يوجد خلاف لا يوجد طيب بعده ماذا حروف ها يوجد صح راء أنا سأقول لكم بعده راء بعده نون صح بعده قاء دار ها لطا الحروف ماذا الطاء دار ساعه مخرج طاء دار تاء بعده سين صاد زاي بعده ضاء دار تاء ثم بعد ذلك عندنا حرف الفاء من ماذا من راس اللسان مع باطن الشفه السفلى بعضهم كيف يقرأ؟ صح؟ كثير 90% يقرأ كذا أو أب لا هكذا أنت إذا تقرأ أب تبال دان أدا واو تشيل أف أف لا لا تقرأ أف أف واضح؟ كيف نقرأ الباء؟ ها كيف؟ أف إن شاء الله سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه بعده الواو الباء
الميم الباء والميم من أي من أش ثم بعد ذلك الخيشوم الخيشوم ماذا يقول من الخيشوم النون وال ميم النون وال ميم طيب يا إخوان اليوم معنا رياضة 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 التجويد ماذا قال ابن الجزري وليس بينه وبين تركه طيب انتبهوا يا حمد الله قال ابن الجزري وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفتحه ما معنى رياضه لكن يحتاج الى ممارسه كيف ممارسه لان بعض الناس ما شاء الله هو في الهمزه ماهر اذا هي فتحه اذا هي سكون شعر سماء سماء يحتاج الى لكن كيف فتحه كيف كسره كيف ضمه الان همزه انظروا من اين ستخرج هذا الان يعني تريدي انتم خلاص عرفتم من اين ستخرج اول الهمزه من اين من اقصى الحل الان سننظر كل حرف من اين يخرج من اين يخرج ثم سنتمرن اذا كان لديها ماذا دنجان بضربة هذا في الهمزه في حروف ماذا الهمزه تفضل استاذ انظر هذه تمت حمزة من أين يمزل ذلك عند السكون اسمعوا يا اخوان حفظكم الله لماذا هنا لا يوجد هنا في الاول هذا لا يوجد قاعدة يعني ماذا دواء همزة لماذا؟ لأنه إذا الاثنين همزة تتمر دواء همزة جاري أبا مد ها؟ مد أبا بدل فلذلك مد بدل إذا دواء همزة تتم دواء همزة سسة واضح؟ قالوا بتم دواء همزة تجاري مد أبا بدل فلذلك يعني ماذا لا يختار نريد ماذا كتلين واضح كنبا من كتلين امركم جئت كان كرنا كانوا دوا همزه كذا موضوع همزه جادي مد ابا بدل كنبا مد بدل كرنا سسه كانوا كذا ماذا وجب دوا همزه في اللغه العربيه سسه جادي همزه كدوا جانتي الي واضح طيب اذا هنا لانه سيكون عندنا ماذا مد بدل ونحن نريد المثال طيب المثال للتمرين جانتي من القران يامركم انظر لا نقول يا لا نقول ماذا يا هذه ماذا النبر بعضهم يقول نبر يا بعضهم كأنه قلقلة قلقلة هذا وهذا ياء نعم ياء 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 مو ياء ها ياء موكم واضح ها ولا تجعلها جدا سهلة قام بمغت يا لا 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 تقول يا مور لا همزة ياء ياء موكم
جنب الكراس أتوا ملا جادي كيا ماذا يعني في كأنه تسهيل لا يا يا مورو يا مورو لا تقول يا واضح أو يا يا الهمزة تبيس الهمزة تبيس إذا كيف نقرأها يا يا مركم قال العلامة أبو عمرو الداني أبو عمرو الداني إن علماء ينبال بسبب علم التجويد علم التجويد هذا علماء لبي بسبب ابن الجزري أنتم ذكر ابن الجزري أبو عمرو الداني كبير جدا كيا إمام شافعي يعني إمام شافعي مذهب هذا أبو عمرو الداني أبو عمرو ماذا الداني يقول أبو عمرو الداني أذا ينبات الهمزة كالراس حتى كي ما منتهى رن ما منتهى ها وهذا خطأ كبير قال سمع أبو صلاة بصلاة وهو يقرأ مؤس كأنه كي ما منتهى مؤس لا مؤس مؤس واضح إذن هذه عندنا ماذا؟ الهمزة عند السكون، الهمزة عند ماذا؟ السكون، طيب أصعب همزة هي الهمزة التي تكون عند السكون السكون في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة لأنه حتى تظهر أداء بأبجادي يظهر السماء بعضهم السماء ما لا يعني ماذا؟ ينبوها لا يسمع طيب السماء خلاص انتهينا جوزة واضح اذا هنا يا 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 موركم كيف يا اخوان يا موركم ها معي يا موركم يا موركم واضح واضح نأتي بعدها إلى الكلمة الأخرى إن شاء الله كان باشا ذلك هنا كان من إن شاء الله جيك لا تقول جيك مثل الأول ها مثل الأول أبا بيدا يأمركم وجيك ينسب لهم همزة أبا فتحة وجيك ينسب لهم يا أبا كسرة لأن بعضهم كان أدا التاليهات أدا كالوس كانوا سبلهم من يفتحها كسر ضمة ما نبرق باباتها هذا إخوان ينباتها أعوذ ما شاء الله ها؟ لكن كانوا برهنتي أعوذ هذا ينباتها أعوذ ما شاء الله كانوا باتها أعوذ كان تنبه ماذا؟ تنبه سوى الإضغار هكذا فلذلك تتمرن على كل ماذا؟ الحركة جئت 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 ها كيف جئت هل نقرأ جئت جئت ها جئت لا هل نقرأ جئت 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 لا جئت 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 أيوة وعندنا الهمس ب التاء همس بماذا التاء أعلى مراتب الهمس التاء والكاف أرض دينجر جئت جئت طيب جئت طيب كيف نقرأها جئت طيب هل سيقرأها جئت جئت ها صح طيب هل سيقرأها كذا جئت صح ولا خطأ جئت خطأ لمبود جئت جئت لا تتكلم لا تتكلم جئت واضح بدون تكلم ولا أنت يعني جنبان سنبي هلام جئت لا هذا السلام كأنها هي حروف شدة صح الهمزة حروف بدون شدة يعني بدون شدة جئت طيب بعده الحرف ماذا الهمزة قبله ماذا ضمة نقرأها يؤ لا نقول يؤمنون
يؤمن ها يؤمن لا نزيد jangan tambah يؤ لا 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 تنبرها هذا نبر يؤ لا لا نقول يؤمن يؤمنون يؤمنون طيب كيف نقراها يؤمنون هاي هو سهلة عم بدنا طيب بعدها همزة مفتوحة سهلة جدا مثل أعود لا المهم أنك لا تقول خلاص نحن سلك يعني ما شاء الله فهمنا قبل ولا تبطل عندنا الإخفاء عندنا الإخفاء في حرف الفاء عندنا الإخفاء في حرف ماذا؟ الفاء كيف نقرأ الإخفاء؟ لا نقرأ 90% يا إخوان يقرأها كذا لا يصبح لا ممكن تيجيني هارس هذا ماذا؟ الفاء الفاء من هنا انظر من باطن الشفة مع يعني الأسنان العليا باطن الأسنان هي أصح كيف الفاء؟ الإخفاء أنت سيبا سيبا بيرمالا باتشا الفاء راضي فانتبه لهذا تقرأ الإخفاء إذا تقرأ الإخفاء وهذا الإخوان 90% أنتم فكوس 90% يقرأ كذا قاعدة تبتس قاعدة مخرج بالنار قاعدة يعني يعني تنكات الإخفاء كان الإخفاء تنكات الإخفاء ماذا؟ إن شاء الله كان يعني ماذا؟ لا تهم تنكات ماذا؟ الإخفاء طيب إذا هنا عندنا سهلة الهمزة صح؟ كتاب قسامة أنفسهم طيب بعدها الهمزة مكسورة إياك عندنا أيضا ماذا؟ في هذه الكلمة يوجد عندنا يعني كتاب قوس أفا رخاوة الياء الياء رخاوة صح؟ إياك هذا من التحقيق هذا الأي في التحقيق طيب بعد كلمة أفا سيبينها سدر حروف طيب الهمزة المضمومة وانزل سهل ولا سهلة همزة مضمومة همزة مضمومة الآن عندنا همزة بعدها ألف همزة بعدها ألف سيكون مد ماذا بدأ صح كيف سنقرأها؟ انتبه يعني جنجم تبطل آمنوا طيب إيمانا الياء ما هو حكم الياء؟ حكم ياء؟ من الطبيعة أحسنت عندنا أيضا ماذا؟ الألف في الأخير مد؟ عوض مد يعني ماذا؟ حركة صح؟ ماذا؟ الهمزة المضمومة أو بعدها واو همزة مضمومة بعدها واو أوتي أوتي sekarang kita baca sesuai tingkat tahqiq صح sesuai tingkat tahqiq apa tingkat tahqiq انا اسال عن سؤال اسال عن سؤال ما معنى تingkat tahqiq الان مثال قالوا kita datang ke huruf mad kita baca mad طبيعي dua harakat
أتوا تم بدل دو حركات مرتبة التحقيق. ها سؤال. تم بدل دو حركات. ماذا قلت؟ دو حركات تم بدل دو حركات. قالوا كده باشا التحقيق كم سؤال منك؟ قالوا كده باشا التحقيق. ها مثال مد طبيعي. الآن عندنا ضمة سكونية، عندنا واو سكونية ماذا؟ ضمة. كان كيتا هو حركات تتب أتو تم بدل هو حركات. سبعين عند تم بدل سبعين بين تم بدل تتب هو حركات أتو نجاد جواب نجاد جواب أنت نجاد جواب أنت تتب هو حركات أتو زرت تم بدل تتب أنت لا يوجد زيادة. ولذلك يعني بعضهم عند النظرة بالتحقيق دي كيرة هذا تنبهان مثل دي القنة تنبهان دي المد ده تتب أدا ينكيرة تنبه دي فتحة تتب تبي إني تنكا أدا مثال كتابة مثال إياك نع أدا ينكيرة تنبه دي فتحة سنبه جل لا إني هي دي ماسي فتحة دي ماسي مد جوجا تتب ماسي دو حركة واضح تبي تنكت كرنا تنكت يعني ماذا تحقيق نبي بلان أنت كيرا هذا تنبها واضح جدي تتب إن قاعد تجويد لاين ها سموها يعني ماذا دو حركات واضح يا إخوان إذا فكوس إذا فتحة فتحة في التحقيق والفتحة في الترتيل أو التدوير والفتحة في الحذر بيدا أتو تتب فتحة تتب فتحة تبي بيدا أبا بيدا بلان بلان تبي نجا دا يعني بيلان مثال بيلان يا كتاب فتحة تبي تنبه نجا هو هكذا في التحقيق نحن نقرأها بماذا لبي بلان مثل الآن مثل أن تفتح في يوتيوب صح مثلا تفتح في يوتيوب لبي بلان مثلا إذا هو يقول قال لبي بلان قال لبي بلان لبي قال لبي بلان قال ها صح ها هكذا هو مراتب تنكات ماذا القراءة واضحة يا إخوان ولذلك مراتب القراءة سسوي قرن سسوي ماذا قرن أداء قرن يمسها تيجا تنكات خلاص ما شاء الله semua manusia bisa tiga. Ada yang bisa empat. Wa mahir wa yastati ya ma'a yastati an yadbita al-qira'ah. Yastati arba'ah. Ma yujad man yastati khamsa. Ma fi mushkil. Tayyib ya ikhwan. Fa hiya 'ibara 'an ma'a wa lidhalika madha qala Syekh Ibn Suwaid? Lam yaqul maratib al-qira'ah. Qala sur'at fi kitab al-Buhu sur'at al-qira'ah. Cepat. يعني بأنهم ليس يعني خلاص ثلاثة تيجا أجل لا أنبت هذا علماء بيرن أنبت هذا يعني بيرن لنا هذا فهي عبارة عن ماذا على حسب القارئ على حسب ماذا القارئ طيب هذه الآن انتهينا من الهمزة يا إخوان من يقرأ لنا عبد الله بن الله بالتحقيق أو واحد واحد ساتو ساتو أنت يعني ماذا من اليمين اقرأ كلنا اقرأ واحدا واحدا أنت اليمين صح؟ تفضل حضرتك من الله اقرأ يا يا أعيد يا يا ما شاء الله ما شاء الله اقرأ جدا
جميل جدا جدا. ايوه صح، احسنت جزاك الله خيرا. ما اسمك؟ بس ايوه يا حسن اسمك جميل. اسمع، ما يتكلم اسمك. والله احسن لا تتكلم. جئت يا نوركم. ها وين جت في الميم؟ ها شفت؟ يا نوركم شفت ماذا؟ ها؟ ريا صح؟ طيب اقرا بعدها ومنه؟ أعد لبي جنة اليوم. سنتي إذا لم إن شاء الله بكم نتوقع الفاء. إذا كان هذا حرف الفاء لما أخذ الهمزة الميم الهمزة صحيح صح؟ لا ما في صعوبة إياك. طيب بعدها طيب كانوا سكون كمان سكين سكين يعني سكون لا 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 احسن الان تبارك الله دول هون في ديوان يعني مقصود انت يعني ولك تبارك الله في الشارع. طيب سلام تبارك الله في الشارع. طيب طيب لكن اصلي الان تبارك الله tidak usah. Ini susah kenapa? Karena ada ini keluar dari taichung, anu keluar dari taichung. Ina na ada ada latihan. Ina na cuma kalau masuk ke taichung kita insya Allah latihan hatta berhabar hatta ya. Layak kerja elik min al taichung ini. Bagaimana akhir mungkin tadi kalau berani sah, dapat sah sah mungkin. Tadi kalau berani cuma, ayo kalau berani, ha, yang ini dalam jumlah sah, dapat apa? Okey, sah, cuma, ti, lah, dah jadi tim sah, ti lah, ti, ada kan, hal hamzah, hal mana hal? همزة وهو حرف ماذا؟ متى يكون الهمزة صعب يعني فهمه؟ ها؟ بلوم هذا في سنين يعني قرن كانوا في الأخير صح؟ كانوا في آخر كلمة صح؟ سيبا يكاسي يعني شنتو؟ في آخر كلمة، في آخر كلمة كي أقع السماء صح؟ السماء السماء الجوزة السماء بعضهم السماء السماء ها بعضهم السماء السماء لا السماء خلاص كم انتهينا واضح لا نبي السماء هذا أيضا اسمها النبر اسمها النبر والنبر لا يصلح النبر لا يصلح من الحروف طيب حرف لا أستاذ
الآن انظر كيف أين يكون سر الماء. انظر هنا هذا في الداخل. هو حرف الباء شدة وبيني أو الخاوة أجد قطين بك شدة بيني الخاوة شدة. فلذلك نحن نقرأه ماذا؟ وهو استفال صح؟ استفال. فنقرأ أول شيء استفال عند السكون آبا آبا آبا. طيب عندنا حرف الباء ماذا يوجد فيه؟ انتبه معي آبا آبا. ماذا يوجد هنا؟ صفة أبا؟ القلقلة. هل القلقلة أصلية أو زائدة؟ القلقلة أصلية أو زائدة؟ بني كلام ينبيل أصلية أداء كلام ينبيل زائدة. طيب أصلية الباقي ما هكذا. ولذلك أنت حرف فهم كنابة أداء علماء ينباشا أب هكذا كسب 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 لا يقول كسب واضح كسب. هو يقول ان يعني القلقل هكذا عندهم القلقل ماذا هكذا بالسكون وهي اصليه. بعضهم يقول ما القلقله زائده القلقله زائده ويفعل ماذا يعني قريبا للفتح كانك تفتح كسب ابا ابا هي اداه فتحه صح ابا ابا. طيب نكمل الكلمة آب صو صو تبلا صاريهم كيف قرناها آب صاريهم كنابة صو تبلا صح تبلا حروف تبلا ريهم ريهم. طيب آب صو آب آب صاريهم كيف أب صاريهم. طيب بعدها إبليس إبليس إبليس. ماذا عندنا في حرف ماذا السين صفة أبا إب هكذا إبليس ها أس أس رخاوة حسن هذا لغي صحيح رخاوة. هنا بكام كنت باتش إبليس شدة إبليس هذا رخاوة صح إب إبليس هذا جوجا هذا جوجا صفير صح؟ فننتبه إذا ماذا فوكس سموة. لكن نحن عندنا الآن لكن أنتم حروف باء أنتم حروف باء إيبا إيبا إيبا. طيب البعدها أوبا
أبسلوا كيف نقرأها؟ أبسلوا بعدها عندنا الباء مفتوحة باء العين عندنا العين هرس من جلاس حروف ماذا؟ العين لأن العين ماذا؟ ها؟ العين بينية توسط صح؟ باء 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 بوكم باء بو الضاد إن شاء الله نحن لا فيها تكلم فيها حرف الضاد سهل جدا باء بوكم باء بوكم باء بوكم طيب الحرف الذي بعده الباء مكسورة صح؟ بناء هنا يعني بناء إذا أتى لنجل لكن برهنتي أجل بناء بناء يوجد همزة صغيرة يوجد همزة صغيرة طيب هذه الهمزة يعني ماذا؟ حتى بعضهم من ستعرفون صفة الخطأ؟ ما هي حروف صفة الخطأ؟ صفة الخفاء للهاء هذين العلماء ينتبه الهمزة هذا علماء ينتبه ماذا؟ الهمزة أقرأت من الخفاء يا خير الأمم كيهيلا صح؟ كيهيلا مثل ماذا؟ فيه لا تقول فيه لا فيه كيهيلا كذلك الهمزة الهمزة أيضا الكاف ماذا صفة الكاف يعني جلس بالنا بوك بوك أبا أمس نعم بوك 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 طيب عندنا حروف ماذا الكاف تسمى الكاف ده الميم بينية صح بوك 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 طيب من ينطقها لنا بوك 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 قالوا سندري بوك بوك سندري كما الباء معك بوك 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 ها من يقرأها يا اخوان كلنا جميعنا بوك 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 ايوه نجد تنباء الميم الميم وعند الكاف عفوا حرف الهمس اذا التصق قالوا يعني ماذا ينبو مع ما بعدهم يقل قرن ماذا الهمس داري قالوا لاخر الكلمه ان شاء الله هذا في الهمس الهمس مراتب صح تنكت حروف الهمس ينبالين قوة دي تا دان كاف ينبالين قوة حروف ماذا؟ الهمس دان أدا تنكت جوغا دي التا كفن الكاف ماذا؟ إذا كان في آخر الكلمة طيب بعده حرف الباء بعده ألف تا با با باركنا 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 طيب هذه حرف ماذا؟ الباء بعده ماذا؟ الباء مع الياء بير بير طيب انتبهوا معي حرف الضاد أذكارا حرف الضاد
يوجد لدينا طريقتين بنية كتاب و شارع. الطريقة الأولى شارع مرتامة كتابات حرف الضاد باري كيمي أو كان كيمي أو كمان كيف أو يعني هكذا لا بد لا يكون جنجا كل ورمى هذا أو دار أو شارع كدواء لكي جمال انتبهوا انتبهوا معي اسهل وهي الضاد النبي انتم سمعتم الرسول افصح من نطق بالضاد صح صح ها كيف ضاد رسول الله داري دو اسس من الجهتين بكر من يسرى ويمنى داري دو سيسي بمعنى دو سيسي كان ادا بيار انتم يعني ماذا فهم harus paham banget biar anda tahu gimana huruf الضاد karena kalau anda يعني ماذا tidak fokus ماذا anda ستفهم خطأ nanti anda anggap يعني ماذا ada di buku kenapa karena ada di buku yang jelas jelas ضاد النبي malah dia jadi lebih susah ضاد النبي gampang gimana bikin lidah kayak gini kayak sini coba lidah anda kayak gini nanti letak lidah anta di atas di alhamd untuk apa Allah di atas jangan keluar keluar sudah Allah tuk balik abgar Allah dan bikin bikin rakawa Allah siapa yang sudah tahan lengket dan anak aku akhir bertanya ini lebih gampang sudah anda minta kalau anda faham lebih gampang dan anda bikin dot kayak Rasulullah insyaallah bikin lidah anda kayak apa kayak sendu nanti letakkan di lagi langit ha? Dan jangan keluar udah untuk balik Allah Allah dan bikin rakaw rakaw ini ya, ingat gimana rakaw lebih gampang kan ikhwan? Lebih gampang kan? Ini lebih kuat dari abad yang dari kan atau dari kini. Lebih kuat kenapa? Karena anda baca kayak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang belum paham gimana gimana abad? Yang paham angkat tangan. Ikhwan yang paham ini. Tainta? Masalah. Anda tainta? Anda? Tainta? 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 Masalah. Baik. Al-an saya asal. Anda lihat yang lebih gampang apa? Dari dua sisi, ini sekarang, atau dari satu sisi? Dari anda. Yang lebih gampang, satu sisi atau dua sisi? Satu sisi coba dua sisi tadi satu sisi lebih gampang sudah biasa baik angka dua sisi angka dua sisi semua semua yang sudah yakni biasa sama huruf al-qaf yang dari satu satu sisi atau dua dan dua lebih gampang tapi kalau anda bisa semua bagus anda bagus anda wah bagus anda ustaz bagus semua harus anda semua lakin misal misal anda yakni masih kurang di kiri atau di kanan yang dari dua sisi lebih kuat lebih gampang al-ansar إذن كيف نقرأ بيض؟ بيض كيف يا إخوان؟ أنتم بواسا، أكو جوغا بواسا أكو سدى بنات تابت سلسائي إني ها؟ إن شاء الله كان سلسائي لانجت يا أستاذنا؟ طيب كيف نقرأ ماذا بيض؟
بير 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 الباء مع الواو مضمومة بو هذه الواو المادية واو المد واو ماذا المد بورا 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 صح هكذا الآن انتهينا طيب اقرأ لنا من اليمين هنا من أبصاره من اليمين ما شاء الله ما شاء الله نجد أحسن نجد تمام تمام جزاك الله خير أهل عندكم من اليمين بعضكم تفضل نعم باع بناء طيب ما شاء الله الهمزة هكذا ما شاء الله لا يوجد تكلف أعيد عليك اسمي سمعت يا إخوان لا يوجد تكلف لا يوجد خلاص الهمزة واضحة بناء انتهى بعد كيف الهمس للكهف؟ أيوة المد أبا ini di sini kalau kita berarti مد أبا مد عاد نصف صح dua حركات atau empat atau enam terserah anda gimana طيب إن شاء الله نأتي إلى الأفضل بعدها تبال الراء أيوة بو را 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 طيب ننتهي لهنا يا إخوان ها أكو كيرا هذا الإنسان أنت كم دوا حروف لا إله إلا الله إن شاء الله أنتم طلعت جدا لا jangan kalau biar ini malah ambil banyak hatta yani mala yahsul nak insyaallah masallallah an yakun hadha ramadan syahr alquran an yakun maghfiratan lana allah subhanahu wa taala yu'tik rifabana fi ramadan allahumma atik rifabana ya rabbal alamin fi ramadan ij'al ya allah alquran hujjatan la alaina ya rabbal alamin اللهم ارحمنا في رمضان اللهم اعتق رقابنا من النار في رمضان اعنا ووفقنا وسددنا وختمنا يا رحمن امين امين اللهم امين دعاء خلف المسجد سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله